خوتي العزاز، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم ان شاء الله في صحه جيده ويلقاكم في احسن الاحوال. اخوان الاخوات، مرحبا بكم على قناتكم ابو ريان للتوظيف والهجره. اذا اخوتي، غادي نهضر لكم في هذا الفيديو على برنامج جورني كيبيك، بروغرام اللي غادي يكون ان شاء الله المقابلات في شهر جوج مراكش 2024. لهاد الايام الاخوان غبت عليكم بزاف في يوتيوب، سمحوا لي، كنعتذر منكم وكنعتذر من الناس اللي كيتواصلوا معايا في الواتساب اللي مازال ما جاوبش لحد الان. كاين بزاف ديال لي دوموند، بزاف ديال الرسائل يا اخوان اللي كنتواصلوا بهم بشكل يومي، كنحاول انني نجاوب لو ماكسيموم. الناس اللي معايا حتى هما كيحاولوا يجاوبوا البعض، فكنحاولوا نبذلوا مجهود. كاين بزاف ديال لي دوموند ديال لي سيفي الاخوان، كنتمنى انكم تقبلوا هذا الاعتذار، الله يجازيكم بخير. كنجاوب على لي ميساج بطبيعه الحال. غادي نتعطلوا لك واحد شويه، لكن كون اكيد اخي، كون اكيد اختي، اننا غادي نجاوبك ان شاء الله ونلبيو الطلب ديالك. اذا اخوان، هذا الشيء اللي كاين، وكنبغي نرحب بالناس جداد، وكنبغي نرحب بالناس المتبعين لقناه ابو ريان، وشكرا لكم بزاف على الدعم وعلى الدعوات ديالكم، وشكرا للناس اللي خدمنا لهم لي سيفي على مشاركه الشهادات ديالكم. راكم شتو بعينيكم الخدمه كيفاش دايره. لي سيفي بروفيسيونيل، لي ليتر دو موتيفاسيون، الحمد لله بروفيسيونيل، داكشي بيان ديطايي، والحمد لله مقبولين. نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى هاد لي سيفي وهاد لي ليتر دو موتيفاسيون يكونوا سبب ان شاء الله في قبول الطلبات ديالكم. اذا اخوان، هادشي اللي كاين. فبالنسبه لجورني كيبيك، كيف ما سبق وذكرت لكم بزاف ديال الفيديوهات، بالمناسبه لك حتى اول مره غتشاهدنا، ما تنساش تضغط على زر الاحمر، تشارك معنا في القناه، تفعل زر الجرس باش توصل كل ما هو جديد. مؤخرا هضرت لكم بزاف الاخوان على جورني كيبيك. اذا حاليا كاين لونسينيومون، الناس اللي كيخدموا في لونسينيومون كما كتلاحظوا، هادو اعلانات اللي ديجا تحطوا دي زيكول، كل ما كيتعلق باللونسينيومون ديال الماتيريال ديال الماتيرنيل، عفوا بغيت نقول لكم، كما كتلاحظوا هنايا بحال هاد ليكول، هادي كتقلب على دي زيديكاتور ايديكاتريس على بسيت انفونس. هذا اعلان ديال ايكول كما كتلاحظوا، هذا سونتر بلا بسيت انفونس لا ماجي دي ريف، هادي حتى هي ايكول كتقلب على دي زيديكاتريس ايديكاتور اون بسيت انفونس. هادو كامل ديال الناس اللي كيخدموا التعليم، ف بوسيريو بداو تقدموا. بالنسبه للناس اللي ديجا خدمنا لهم لي سيفي، راه كان بوسيريو لكم اوتوماتيكمون من عندنا مباشره، كتعرفوا نتوما غير توصلوا بالكونفيرماسيون. فوالا طريقه التقديم، كتكليكي فقط على بوستيلي، ها نتوما نعطيكم مثال بهذا الكونت هذا، ها نتوما غنكليكي على بوستيلي. فوالا هنا غيطلعوا لي الكريتير، لا ماشي الكريتير ديال لوف، ولكن لي زانفورماسيون ديال ليتر موتيفاسيون. دونك هذا كونت فقط لي باش نوضح لكم، هنا الكونديدا، هنا عندنا لوف دومبلو، غادي تقدم طلب يعني كمدرس ولا مدرسه. هنا غنكليكي كما كتلاحظوا، شوفوا مزيان، جاكسيب كمونو ايمون ايمون برينو سوا اكسيسيبل ا لومبلويور. الو انا بغيت السميه والكنيه ديالي تبان للمشغل، غنكليكي على وي، غادي ندير بوستولي، والطلب ديالي غادي يمشي. فوالا طريقه سهله، غادي ندير بوستولي وغانيلي من بعد هاد لا ديموند هادي. ها نتوما لاحظوا هنا، فوالا كونديتاتور ديالي مشات، اولا الطلب ديالي مشى. وزافي ديجا بوزي فوار كونديتور بو سيت اوفر. اذا هادي ديجا قدمنا ليها من قبل الطلب ديالها. اذا هنا كيطلع لكم الميساج، وكيوصل لكم واحد الميساج في جيميل. هادي من جهه. بالنسبه لي زوطخ سيكتور الاخوان، بالنسبه لي زوطخ سيكتور من غير التعليم، غادي يبانو ان شاء الله ابارتيغ دو 5 اليوم 3 4 5 2 3 نهار 3 غادي يهضروا باقي المهن والتخصصات. فوالا المهن والتخصصات لي سيكتور اللي غادي يبانو ان شاء الله ابارتيغ دو 5 من 5 حتى ل 21 ديسمبر، كل ما كيتعلق بالايرو سباسيال، الفضاء والطيران، لادمينستراسيون فينونس، التامين والاداره، اسيغونس، التعليم، ليدوكاسيون. التعليم راه ديجا وريتكم الاعلانات ديجا محطوطين، فابريكاسيون اي يوزيناج، التصنيع والتشغيل، جيني، الهندسه، الصناعه التصنيعيه، المانيفاكتوريه، التعدين، مينيي، سونتي سيرفيس سوسيو، الصحه، سيرفيس دو كارد، خدمات رعايه الطفل، التربيه، الاطفال التربويه، ايديوكاتيف الانفونس، تكنولوجي،
دي لانفورماسيون تقنية المعلومات ترانسبور اي ميكانيك النقل و الميكانيك دونك اخوان كما سبق وذكرت لكم خاص اول حاجة يكون عندكم ان سي في كندي دائما كنركز عليه سي في كندي مع ليتر دو موتيفاسيون ماشي غتحتاجو غير فقط في هذا البرنامج غتحتاجو في جميع البرامج اي برنامج جديد بغيتي تقدم ليه دير فيه تحت لانسكريبسيون ديالك غتحتاج سي في و ليتر دو موتيفاسيون فرونسي اونغلي ليتر دو موتيفاسيون فرونسي اونغلي بغيتي تسجل في موقع ديال التشغيل الكندي غادي خصك سي في بغيتي تبوستي لشركة غادي خصك سي في دونك ضروري اخوان يكون عندكم ان سي في كندي يكون بروفيسيونيل فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه لو سيت ديال جورني كيبيك راه هو هذا خاص يكون عندك ان كونت يكون واجد تعمر الفورميلاغ التسجيل راه ساهل راه كنديرو لانسكريبسيون في لو سيت اللي بغيت تسجل مرحبا به كنصايبو لي سي في كنديان بروفيسيونيل مع ليتر دو موتيفاسيون الوغ راه خدمنا بزاف ديال لي سي في مؤخرا غير هاد الشهر هذا هانتوما كيما كتلاحظوا شوفوا شحال ديال لي سي في الاخوان راه بزاف ديال لي سي في راك شاش كنعتذر الناس اللي مازال ما جاوبناش راه اكثر من 300 سي في اكثر من 300 سي في اللي خدمنا الحمد لله وكل شيء الناس كانوا راضيين وشكرا لكم على الشهادات ديالكم الناس اللي خلاو لنا الشهادات كاينين بزاف ديال لي زوف كاين بزاف ديال لي بروغرام اللي غنشارك معكم اخوان اخوات فقط لضيق الوقت لذلك ما كنساليش انني بارطاجي كل شيء معلومات كل شيء غنشاركوا معكم بزاف ديال البرامج بزاف ديال لي زوبورتينيتي اللي غيكونوا ان شاء الله لان في 2024 كندا طالبه بزاف ديال اليد العامله طالبه واحد العدد كبير كبير بزاف وكاين بزاف ديال التسهيلات فلذلك كنتمنى لكم انكم كنتمنى انكم توكلوا على الله تقدموا طلبات حنا راه الاشاره نتمنى لكم التوفيق ومعكم دائما ابو ريان بالنسبه للكونتاكت اللي بغيت تواصل معايا عبر الواتساب غتلقاوه في صندوق الوصف ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد تبارك الله عليكم خوتي العزاز السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته